يا شباب بسرعة بسرعة. يا ساعة إلا ثلثة ما نعرف نجيبه. دخلها معاه. تكسر. شوي تكسر. عدي يا جماعة شوي مشان الله عدوا شوي. Well, we are preparing very carefully the meeting with Chairman Arafat. We don't want to exaggerate and to heighten the expectations. On the other hand, we wouldn't like to produce another disappointment. So we are preparing, as I said, as carefully as we may, and we are looking for the right time and the right venue. أولا عدد من المسائل التي يجب أن نتيقن منها، هل الإسرائيليون مستعدون لتنفيذ توصيات لجنة ميتشل ككل بدون أي تجزئة وبدون أي إرجاء لأي منها؟ وفي مقدمة هذا إنهاء الحصار العنصري ضد الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية، وكذلك وقف النشاطات الاستيطانية وقفا تاماً.